أين كانت الجهات المعنية للتحضير لمواكبة الريسيرش فاسيليتيز أو الوسائل التعليمية المتطلبة من قبل المدارس؟ أين كانت الجهات المعنية لمواكبة الاتصالات للتحضير لهكذا ظروف مثل جائحة كورونا؟ هذه الحقيقة الأمور كلها لا يمكن حلها في شهر وشهرين. احنا من دخلنا في جائحة كورونا من شهر آذار مارس الماضي لغاية ليش البلدان الأخرى حلتها دكتور؟ ليش البلدان الأخرى وجدت حل؟ خلي نسأل هذا السؤال. لأنه كانت عملية البناء لديهم بناء تراكمي، احنا صار عندنا هدم تراكمي.